واصل فريق الأهلي تدريباته ضمن معسكره التدريبي المقام في النمسا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، وذلك على فترتين صباحية ومسائية بعد حصول اللاعبين على راحة يوم أمس. أدى اللاعبون تدريبات بدنية إضافة لتدريبات خاصة في ظل حرص الجهاز الفني على الوصول باللاعبين إلى الجاهزية البدنية الكاملة تحضيرا للموسم الجديد الذي سيبدأه بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي. غادر النجم الجنوب إفريقي بيرسيتاو معسكر إعداد الأهلي إلى معسكر منتخب بلاده، وكان الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قام باستدعاء بيرسيتاو للقائمة النهائية خلال فترة التوقف الدولي. ينضم الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لاعبو النادي الأهلي إلى معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق غدا بالقاهرة، وذلك استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس يومي 18 من سبتمبر الحالي. أعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن ضم نهال جمال إلى صفوف فريق كرة الطائرة بداية من الموسم الجديد في عقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، كما انضمت مباشرة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق. كما أعلن العوضي عن تجديد عقد عبد الرحمن حميد لاعب فريق كرة اليد لأربع سنوات مقبلة، وأعرب اللاعب عن سعادته بتجديد عقده مع القلعة الحمراء وعن رغبته في مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد التي ستقام في السعودية شهر نوفمبر المقبل. أعلن ثروة سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة عن تفاصيل الموسم الجديد لمسابقة الدوري الممتاز والذي سينطلق خلال الشهر الجاري، مؤكدا على أن دور المجموعة الواحدة هو الأنسب للكرة المصرية وأنه لا يوجد أي تغيير في شكله خلال الفترة المقبلة، كما أضاف إلى أن الرابطة تعمل على زيادة أعداد الجماهير الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز. ينطلق يوم غد المعسكر المغلق للمنتخب الوطني في القاهرة بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا ب 26 لاعبا على ينتهي يوم 12 من سبتمبر الحالي، واستقر فيتوريا على منح الفرصة لعدة لاعبين جدد بعدما خلت قائمة الفراعنة المختارة للمعسكر من ستة عناصر أساسية ومؤثرة أبرزها محمد صلاح قائد المنتخب بعد ضمان التأهل لأمم إفريقيا. يبدأ منتخبنا الوطني الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيريو ميكالي معسكره المغلق في العين السخنة في بداية استعداده لأولمبياد باريس عام 2024 على ينتهي يوم 11 من سبتمبر الجاري، ويخوض أحفاد الفراعنة خلال المعسكر مباراتين وديتين مع روسيا يومي 17 من سبتمبر الجاري باستاد السويس، ويصل المنتخب الأولمبي الروسي إلى القاهرة بعد غد استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني الأولمبي. أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده مع عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال لمدة عامين، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية والتي تعد هي الصفقة الثامنة للنادي. قاد نجمنا المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على أستون فيلا بثلاثية دون رد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات فقد أصبح صلاح أول لاعب يسجل أو يقدم تمريرة حاسمة في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك منذ أن فعلها بنفسه بين أغسطس آب وديسمبر كانون الأول 2021 أي 15 مباراة على التوالي. أصبح النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أسرع لاعب يصل إلى 50 مساهمة تهديفية وفقا لشبكة أوبتا المتخصصة في الأرقام والإحصاءات بعدد 41 هدفا وتمريرات حاسمة في 39 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.